راهي 150 مليون يا جماعه، هذه 150 مليون جزائريه بالسوق السوداء. بهذه الأسعار تباع السيارات أقل من 3 سنوات ببلدان منشأها قبل وصولها إلى الجزائريين. للتأكد من هذه المعطيات أكثر، تصفحنا بعض المواقع الأوروبية المتخصصة في عرض السيارات المستعملة للبيع، فكانت الأسعار كالتالي. لكن هذه المواقع ليست الوجهة المفضلة، بل هناك أسعار أرخص بكثير في صفقات المزاد العلني المعروضة ببعض الدول أو سيارات الشركات المفلسة. منشي هذيك هما الأسعار اللي راه يكونوا فيها، اللي كاين دوطخ بلان يعني نقتنيو منها من السيارات. إن سيارة عن طريق لي فونت أو زونشير، ولا ما يخفاكمش إنه هناك في الأزمة الاقتصادية اللي مرت عليها أوروبا حاليا، راهي يا بوكو دو سوسيتي أون ليكيداسيون جوديسيير، يعني واللي تقوم ب بيع السيارات تاعها في المزاد العلني. فمثلا سيارة كليوكات لسنة 2019 يمكن اقتناؤها بسعر 5000 أورو، ما يقارب 105 مليون سنتيم، بالإضافة إلى الرسوم والضرائب الجمركية المقدرة ب 36%، تضاف إليها تكاليف النقل، فكم ستبلغ التكلفة النهائية؟ السيارة من نوع كليو 4 كان في 35% على 5000 أورو، راح تخرج لك 228 مليون، الشيء اللي حيوصل السيارة 105 زيد لها 28 مليون، زيد لها الباخرة اللي حوالي 600 أورو معناتها 12 مليون، لا شوية 150 160 أقل أقصى تقدير. وفي انتظار النصوص التطبيقية المحددة لكيفية سير العملية والشروط المحددة لهوية القائمين بها، تبقى إشكالية الحصول على العملة الصعبة وتجديد الرقابة على السيارات المستوردة سواء للوكيل أو المواطن خلال عملية الاستيراد ككل ما يحدد مدى نجاح العملية.